السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كنتمنى تكونوا نتوما وعائلتكم بأحسن الأحوال. كيف داير الأحوال ديالكم مع هاد الأجواء ديال هاد الوباء؟ الله يهز علينا هاد الوباء والله يرحمنا برحمته الواسعة ان شاء الله بحول الله، والله يغفر لنا. كنتمنى حبيبي أنكم تكونوا بألف ألف ألف خير. يلا حبيبي، اليوم ان شاء الله غادي نديرو مسمن تقريبا نفس الطريقة بحال اللي كنت درت من قبل، ولكن هذا غادي نديرو بالزيتون والزعتر. كنتمنى حبيبي انه يعجبكم وتجربوه وتخليوا لي التعاليق ديالكم. يلا حبيبي خليكم معنا. هنا كيف كتشوفوا دايره 250 غرام ديال الدقيق الابيض و250 غرام ديال الدقيق القمح. ما كنتش غنصور ولكن قلت علاش لا نشاركها مع احبائي ونديرها حتى هي. ها انتم حبيبي دابا خلطتوا وغادي نبداو ان شاء الله بحول الله ندير الملحه لان هي اللي مازال ما درتهاش، والماء دافي ان شاء الله. ونبداو ان شاء الله بحول الله نخلطو شويه بشويه لحتى تجمع لنا العجينه ان شاء الله بحول الله. يلا نخليكم حبايبي حتى نجمع العجينه مزيان ونرجع معكم. راك عارف خصني نعجن بجوج يدين ونكمل ونرجع معكم. كيف كتشوفوا حبيبي صافي دابا عجنت هاد لقتها مزيان. دابا غادي نقطعها كويرات ونغطيها نخليها ترتاح. هنا خديت الزيتون الاسود ومعاه السيرومي ديالي. المهم نتوما تقدو ديرو غير الزيتون الاسود بوحديتو، ماشي ضروري تضيفو شي حاجه معاها. اما الا بغيتو تضيفو ضيفو ماشي مشكل، تقدو ديرو كفتاين ما كاينش السيرومي، تقدو ديرو اي حاجه تقدو تزيدو تضيفوها. اللي مهم في هذه هو الزيتون والزعتر. دابا غادي نضيف لها الزعتر على الزيتون مقطع وكلشي كنقطعو رقيق، وكناخذ معلقه كبيره ديال الزبده كنديرها في المقله ونضيف عليها الخليط اللي عندي اللي هو الزيتون والزعتر والسيريمي. صافي هنا غادي نخلي الله تذوب الزبده ونشحر الخليط. صافي ونبدا ان شاء الله نعمر السمنات ديالي. هنا درت الزبده وزيت الزيتون كنخلطهم كيف العاده بحالهم بحال المسمن اللي درت ديك المره باش نبقى نفرق بيهم. وهنا عندي السميده الرقيقه وغادي ندير لها خماره حتى هي باش غادي نبقى نفرق بها المسمنات باش كيجيو خفاف ومرقين. صافي غادي نبدا نسرح العجينه ديالي كيف المعتاد حتى تولي رقيقه. هانتوما هنايا كيغطيتها رقيقه. صافي غادي نبقى نهز من داك الخليط ونرش. هانتوما غادي نرش هكا
ونرش من داك السميد اللي عندي فيه الخمارة والزيت والزبدة ونبقى كنطوي. صافي ساليت كيف ما كتشوفوا حبايبي، انا كملت مع الوليدات عطله، الله يعاوننا عليهم، الله يهز علينا هذا الوباء باش نبقاو نقدروا نخدموا شغلنا في خاطرنا. ها انتم كيف كتشوفوا كيجيو مسمن، كيجيو غزلان مرقين وخفاف. ها انتم كتشوفوا الورقات كيجيو لداخل وحده ملاصقه مع وحده، يعني مفرقين، وكتجي الريحه ديالهم غزاله بداك الريحه ديال الزيتون ومع زيت الزيتون ومع الزعتر، كيجيو روعه. شكرا لكم حبايبي على حسن المتابعه ديالكم، كنشكركم على التعاليق الجميله ديالكم، كنشكركم على البصمات، على حسن المتابعه. شكرا كثير 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 لكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.